يا أهلا فيكم من جديد. أكدت مصادر صحفية أن شركات الاستقدام وفرت برامج تتناسب مع الإجازة الصيفية، طبعا تتناسب، هم يقولون تتناسب مع الإجازة الصيفية ومنها رمضان، والذي يعد أكثر الشهور إقبالا على الأعمال المنزلية عبر عروض تأجيرية بالشهر والساعة وإلزام الأسر بدفع كل استحقاقات العاملة مقدما عند كتابة العقد التأجيري، بهدف كما يزعمون مواجهة السوق السوداء محليا لتشغيل الأعمال الهاربة والمخالفة لنظام الإقامة والعمل، والتي تتراوح مرتباتها في رمضان ما بين 2500 إلى 4000 ريال شهريا. موضوع الأعمال المنزلية، هذا الهم يعني اللي فعلا يؤرق كثير من العوائل، وبالتحديد يمكن في رمضان، هو بيكون حديثنا وينضم معنا في الاستديو الكاتب والمهتم بالشأن العام وعضو مجلس الشورى السابق الأستاذ حمد القاضي. أبو بدر مساك الله. أهلا وسهلا، حياك الله. يا أهلا، شكرا لتلبيتك الدعوة. وأنا سعيد بذلك، وخاصة أنه هذا ملف ساخن وتزداد سخونته عند قدام رمضان. أنا بسألك قبل ما نبدأ، كما قال كتبت أنت عن هالموضوع، وكأني بك تقول لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن. والله أنا معني بالملف، والله ليس من ناحية الشخصية إطلاقا. أنا مررت مثل ما مر غيري بأشياء بسيطة، لكن أنا أشوف معاناة الناس. يعني تدخل في مجلس يتحدثون، وأنا أرحم النساء والأسر الحقيقة سواء في رمضان أو في غيره. يا أخي شف، لم تعد الحقيقة الأعمال المنزلية لترف، بل هي ضرورة. هناك عوائل كبيرة تحتاج إلى عاملة منزلية، هناك عوائل عندها أب كبير أو مريض أو أم كبيرة تحتاج إلى عاملة منزلية، عاملة أو سائق، هناك أم لها عندها أطفال وتعمل، هذه ضرورة الحاجة المنزلية، هناك رجل لا يرى يحتاج إلى سائق. يعني مع احترامي للتنظير لما يتحدثون عن لسنا بحاجة إن العمل أنا أقول في ناس لا يحتاجون لها، إما عائلته صغيرة أو إنه كذا أمر آخر. يقول بالماضي ما كان في عمل منزلي، صح، لم تكن البيوت بتلك الساعة الآن الموجودة، لم تكن الحاجة كذا، لم تكن مطالب الحياة، تغيرت يا أخي مطالب الحياة. ثم يا أخي نظرنا تاريخنا الإسلامي، الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده خادم أنس بن مالك، فاطمة بنت محمد رضي الله عنها طلبت خادمة. يعني لم نأتي ببدع، يعني أنا مع احترامي وأنا رجل، بعض الرجال ينتقد ورد علي بعض الإخوان سواء فيما عندما كتبت مقالات أو في بعض التغريدات إنه هذا ترف وإنه ما يحتاج، وإنه ما أنا أقول أنت هذا خيار للإنسان، أنت وأسرتك لا تريدون أعمال أو لا تحتاجونه، هذا خيار لكم، لكن لا نفرض رأينا على الآخرين. ما دمنا احنا قادرين نأتي بعمل منزلية، فهذه أنا يعني انظر له من هالمنطلق. طيب يعني ابي منك تعليق قبل ما ندخل في التفاصيل ابعاد هالازمه واسبابها وانها قاعده تزداد، صحيح، واحنا يعني بقدر ما نحكي عنها كثير في الاعلام واصواتنا تباح، واحنا نقول يا جماعه يا وزاره العمل شوفونا يرحم والديكم حل لموضوع العماله، صحيح، بقدر ما الازمه قاعده تتزايد للاسف والى الان ما وجد لها حلول. صحيح، أوجدوا فكرة شركات الاستقدام. نعم، شركات الاستقدام هذول اللي يأجرون بالشهر، صحيح، ولا يأجرون بالساعة، تجيك وتنظف وتمشي، بلى صحيح، تمام، وبمبالغ طائلة جدا جدا، وجودة العمالة تراها سيئة. نعم، اللي يجيبونها هذا صحيح، ومع ذلك ومكاتب الاستقدام يقولون ترى يا وزارة العمل ضريتونا بهالشركات، لنتم اللي أنتم يعني حليتوا الموضوع وانتم منحازين شركات الاستقدام، وفي ناس يقولون ترى اللي بشركات الاستقدام مثل ما يكون اتجار بالبشر بالطريقه اللي قاعدين يسوونها، ومسكوت الحين يطلبون برمضان يطلبون تدفع كل الفلوس مقدمه قبل ما تجيك العامله. صحيح، نعم، يعني اي قوه عندهم لاستغلال هذه الازمه؟ وضعت يدك على الجرح. شوف، أسوأ شيء ان تستغل حاجه الناس، تأتي شركة استقدام أو حتى ترى المكاتب على فكرة سمحوا لهم بالتأجيل الآن على أساس أن الوزارة تقول سنخفف من الأزمة ونجعل الفرص متاحة للجميع وكل يؤجل، هذا جيد، لكن في استغلال فوق التصور. يعني بالله يسألك، يعني أربع ساعات أو خمس ساعات بأربعمائة ثلاثمائة خمسمائة بالشهر يأخذ من أو بالساعات، هذه استغلال كبير يا أخي. أربع ساعات خمس ساعات، ثم العاملة تذهب يمكن ثلاثة بأربع بيوت فيها في اليوم فقط. الأمر الآخر، حتى التأجير الشهري، التأجير مثل ما تفضل 2000 ريال 2500 3000، هذا بالمكاتب ما بالك السوق السوداء. مع الأسف العاملة أو حتى سيأخذ 800 ريال والمكتب أو الشركة يأخذ 2000 ريال، بأي حق يا أخي؟ هذا نعم ربما يدخل بالتجار بالبشر، فهذا وزارة العمل يعني
أصدرت قبل كم يوم تنظيمات حول التأجير وحول الرقابة، وأنا علقت على الموضوع قلت نعم هذه جيدة، التنظير شيء جميل، لكن أين العقوبة؟ وأيضا وهذا ليست الفكر مني، طلب أحد المغردين وأجادل كان يا فلان نطالب وزارة العمل تضع رقم موحد من ثلاثة أرقام، بمعنى أنا عندي شكوى، عند فلان شكوى، هربت عاملة، استغلني مكتب شركة، أتصل فيهم. أما عندي فقط أصدر يعني أنظمة جميلة ومثالية وفي عقوبات ولا تطبق مثل اللي تفضلت فيها الآن، أصدر الآن أنه في غرام اللي يمكن تحدث عن موضوع التأجير، فالقضية تبي جدية. جدية من وزارة العمل؟ شوف لها ترى عدة يعني في تقدير أربع مسارات عناوين الأزمة. وزارة العمل مدءا لو لم تتدخل قبل خمس ست سنين لم تكن المشكلة، هي تدخل، كان المفروض أن تكون العمل المنزلية بين الناس وبين المكاتب الداخل والخارج، ولا تدخل، لم تدخلت الوزارة كحكومة، تدخلت الحكومات الأخرى. شوف الآن الحكومة الأندلسية تدخلت في الأزمة، فلو ترك هذا الأمر للناس والمكاتب كقطاع خاص ما قطاع خاص ربما لا فينا سبب طبعا، عشان نقول الآن من أسباب الندرة أنه الدول التي نريد نستقدم منها هي رافضة الحقيقة، كانوا يتمنون يأتون إلينا، ونضرب مثل بإندونيسيا وفي الفلبين، وأنا كتبت مقال اللي يبين عية النفس تبغي العمل المنزلي، واللي يبين عية النفس تبغي، بس هذه نورة الأوشان في الغزل، وحنا في العمل المنزلية، فحنا الآن نريد هذه العمالة لا تأتي بسبب يعني التدخلات اللي صارت والمفاوضات اللي ما وفق، كل يوم نقرأ عن اتفاقية لكن النتيجة صفر. أيام لجنة الاستقدام بعد أيام لجنة الاستقدام كانت موجودة، لكن بدون نتيجة الحقيقة. يعني الأمر الآخر في الأزمة الحقيقة الشركات والمكاتب استغلت حاجة الناس، وتشوف الإعلانات والآن كيف ده، ومع الأسف يأخذون الأجور التي يريدون. وين الوزارة؟ تفضل. طيب احنا بنكمل اليوم. يعني المديرية العامة للجوازات أصدرت بيان حقيقة توقيتها أرى أنه جدا مهم، أكدت فيه أنه من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين يعني لنظام الإقامة والعمل بما فيهم الأعمال المتغيبة عن العمل وخاصة الأعمال المنزلية أو التستر عليهم أو إيواءهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم فإنه يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100,000 والترحيل إن كان المخالف وافد، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين. حتى يعني يكون موضوع أكثر وضوحا ينضم معنا الآن عبر الهاتف الرائد طلال الشلهوب المتحدث الرسمي في المديرية العامة للجوازات. رائد طلال مساك الله بالخير. مساك الله بالنور أستاذ خالد والاستديو ولمشاهدي برنامج حنا في متعة الخليج. حياك الله. طيب شكرا للبيان، واتوقع انه جاء في توقيت جدا مهم، احنا على رمضان مقبلين، وموضوع ايواء العماله الغير نظاميه او المتهربه ارى انه يمكن ان يكون هناك فعلا تشديد، والبعض ربما يجهل هالعقوبات اللي قد يتعرض لها يعني في الامر، فلو تعطينا تفصيل اكثر حول ما الذي يمكن يتعرض له من يقدم المساعده او ياوي عماله مخالفه، وبالتحديد احنا نتكلم عن العماله المنزليه. طبعا استاذ تذكرت في المسألة، ولكن البيان أحد أطراف المخالفة من ضمنهم اللي هو الوافد المخالف العمل الهاربة، كذلك العقوبة كل من يقوم بمساعدة، وكذلك صاحب العمل، وكذلك المنشآت، ممكن منشآت تقوم بتشغيلهم. القرار الوزاري 3326 في 8/6/2035 حدد عقوبة كل مخالفة والعقوبة المقابلة لها، وتدرج العقوبة المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة. القرار الوزاري نص والأمر الثاني على تشديد العقوبة في حدها الأعلى، ومن ضمن من تلك العقوبات العقوبة التي ذكرت في البيان التي هي تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة للعمالة الهاربة المخالفة لنظام الإقامة. دور المديرية العامة في الجوازات في الحملات الأمنية إيضاح العقوبة وإيضاح كيفية إنهاء إجراءات العمالة المخالفة التي يتم القبض عليهم من جهات الاختصاص كالمديرية العامة، ليست جهة ضبط ميداني، ويتم إنهاء إجراءاتهم وكل ما يتعلق في ترحيلهم لبلدانهم ومنعهم من العودة مرة أخرى للمملكة، المخالف ومن يقوم من الوافدين بتقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة حتى لو كان صاحب العمل مقيم أو مواطن تطبق عليه العقوبة. طيب الجهل لا يعذر به، مثلا واحد شغل خادمة
من هالخادمات المخالفة لنظام الإقامة وهو ما يدري مثلا بالعقوبة اللي بتحل عليه، فالجهل لا يعتبر عذر ولا لا؟ عدم الجهل بالعقوبة هذا بحد ذاته أن تقوم تشغيل شخص لا تملك الحق في تشغيله لديك، ما تعرف ما هل هو نظامي أو غير نظامي، ممكن اللي يكون معك يكون سارق، يكون عليه مطالبات أشياء أخرى. ونشاهد في قبل فترة أنه تم القبض على أحد الخادمات الهاربات تعمل ضد الوطن في خياطة الأحزمة الناسفة، وكان عليها بلاغ تغيب عن العمل. فنشاهد مدى المأساة ومدى ممكن الضرر سوف يقع على المواطن وممكن يقوم بتقديم مساعدة. طيب أخير رأي طلال، هل في حملات أمنية متوقعة يعني المرحلة القادمة؟ إحنا نعرف هذا السوق ينتعش وقت رمضان، العمالة يعني ممكن قد تكون بعضها مخالفة يعني لأنظمة الإقامة في البلد، فهل في البال عندكم حملات مع الجهات الأخرى يعني حملات أمنية؟ طبعا توجيه مساعدة مدير عام الجوازات اللواء سلام الدخيل بتوفير كافة سبل لنجاح الحملة الأمنية. الحملة الأمنية قائمة من تاريخ 1/1/1935 حملة تكون نظامي بتعاون مع زملاء الأمن العام لتقبل الميدان وكذلك إدارة العمل متواصلة ومستمرة. الجهة المعنية في إنهاء إجراءات المخالفين لنظام الإقامة وإدارة الوافدين بمنطقة الرياض وجميع مناطق المملكة تم تجديدها بالقوة البشرية والتقنية لإنهاء إجراءات المخالفين. الحملة توقف أخي، لم توقف نهائيا ومستمرة، وما بياننا هذا إلا توضيح وتأكيد. طيب. وحملتنا الإعلامية مستمرة كذلك لتوضيح للمواطن المقيم بكل مخالفة وما يترتب عليها من عقوبة. طيب طلال، أخيرا لو لنفترض أن أحد العائلات أو يعني عنده إحدى العاملات مخالفة لنظام الإقامة عندنا في البلد، وأراد يعني عقب ما سمع بيانكم والعقوبة اللي قد يتعرض لها أراد أن يسلمها للجهات الأمنية، يعني هل هذا سيجعله لا يتعرض للعقوبة؟ بإذن الله تعالى. مجرد أول أخي الكريم بالتأكيد لكي يتم عدم، طبعا عندنا أطراف المخالفة الوافد هو المقيم المخالف الهارب كذلك صاحب العمل، على صاحب العمل أولا أن يقوم بتبليغ الهروب على الوافد الهارب، وقامت المدير العام بتسجيل ذلك عبر خدمات إلكترونية أبشر بمجرد الدخول على أبشر وخانة التغيب عن العمل خدمة التغيب عن العمل بالتبليغ هذا أولا. أما من يقوم بتشغيل الاستمرار بتشغيل مخالفة، ولكن كما ذكرت أنه يقوم بتسليمها الجهة الأمنية أفضل حل لكي لا يتم الوقوع والقبض عليها من قبل جهة الضبط الميداني وهي تعمل لديه وتطبق عليه بيان ما تم ذكره في البيان. والعقوبة تبدأ من 15,000 إلى 100,000 في حدها الأعلى. الأمر السامي الكريم نص على تطبيق الحد الأعلى مباشرة، ونشاهد في جميع الصحف بيانات المدير العام للجوازات للقرارات الإدارية الصادرة من اللجان الإدارية في مختلف المناطق، ومن ضمنها تلك المخالفات، ترى كثير المخالفات الخاص بالعمال الهارب. جميل، شكرا لك الرأي طلال الشلهوب المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات. أستاذ حمد احنا مكملين حوارنا، بس خلينا استأذنك والسادة المشاهدين بفاصل قصير جدا، بعد ذلك نعود. بمرتين دقة أكثر إيش تسوي؟ أوصل لخط النهاية. أولويز الحماية الكاملة الجديدة، نعمتها أكثر مرتين، امتصاصها أسرع مرتين، لدفع أكبر مرتين. أستاذ حمد، تعليقك على كلام الرأي طلع. نعم، أولا الحقيقة تنظيم طلع والعقوبات جيدة ورادعة،
يعني ثلاثة أشياء. أولا لكي ينتفي الجهل تفضلت فيه يقول أنا والله ما دريت أنا والله شغلت السائق والآمن ما أدري إني في عقوبات. يجب على مديرية الأمن الجوازات أن تعمل حملة توعوية تفضح للناس ترى هذه العقوبات هي سويته يا أخي. الحقيقة أنه مجرد يعني طلع البيان الجيد بس يحتاج وسائل الإعلام يحتاج الإعلان عنه فيجب يبادلون في هذه واحد. الناحية الثانية وهي مو حتى جاء النقطة الأخيرة أنه كما طلبنا وزارة العمل المديرية العام للجوازات يجب تضع رقم واحد من ثلاث خانات بمعنى أنه أي إنسان يكون عنده يعني عمالة هاربة أو يعرف عن حاله أنه يبلغهم لأنه هذه خطورة. يعني الحقيقة أنه تشغيل العمالة الهاربة ترى لا ندري الغالب ما نقول كل الغالب أنه أي عمالة تشغل يعني مع الأسف بطريقة غير شرعية خلينا نقول المكاتب صح استغلال مادي أو الشركات لكن ربما ما عندهم أنه إن شاء الله يأتون مجرمين أو كذا. خطر يا أخي تكون في بيتك أو تكون سائق وخاصة في العمل المنزلية فبالتالي هذه عصابات ثبت أن هناك عصابات تتفق خاصة العمل المنزلية واليوم بيان الوزارة ركز على بيان المدير العام للجوازات ركز أنهم يتفقون مع العامل السائق أو الشغل أو حتى العمالة العادية أنهم يهربون ثم يشغلونه بدل ما بعدين ممكنهم يهربون يا سيد حمد يعني ممكن بيان الجوازات كان واضح يعني إيه هذه العمالة المتغيبة وبعضهم مخالف نظام الإقامة طبعا يعني خلينا نكون صريحين ومعلش يمكن أنا بكون صريح لا صحيح يعني عمالة أثيوبية خادمات نعم عصابات قاعدين يأجرون بمبالغ طائلة يقودها ناس نعم ومنتشرين عندنا في البلد خطرهم الأمني يمكن شديد جدا والناس يضطرون ترى مضطرين يعني مشكلة يا أخي إذا أسرة كبيرة أو عندهم مريض أو عندهم أطفال تجد مشكلة الأسرة تضطر تأخذ العمالة تفضلت فيها في خطورة أمنية كبيرة عليهم ثم تدفع أكبر المبالغ طبعا صارت سوق سوداء مع الأسف وتستمر هذه السوق السوداء ما دامت ندرة العمالة سوف تستمر الأسعار وتشغيل العمل الهاربة والمشكلات الأخرى التي لا تحصى ولهذا الموضوع والله ملف خطير يجب يناقش من خدمة الناس من نواحي الأمنية ونواحي الاجتماعية طيب نقرر الأزمة قاعدة تزداد. خلينا نقول وش الحدود خلينا نوقف يعني النايمين اللي إلى الحين عجزوا يلقون حل لأزمة العمالة المنزلية هذا طبعا يعني عنوان أو منشيت الأزمة هو ندرة العمالة ندرة العمالة أوجد سوق سوداء أوجد العمالة غير نظامية نعم أوجد تشغيل عمل غير نظامية أوجد الحقيقة ربما جرائم تحصل ندرة العمالة هذه عدة جهات بس خليني يعني أختصر لك يعني أزمة العمالة بشيء يعني سيدة قالتها الحقيقة يقولون في هذه الأيام أو رمضان سابق يقول كان سيدتين سعودية ولبنانية جارتين اللبنانية تحكي مع صديقتها أو جارتها السعودية يعني كلام عام تتحدثت عن العواطف وشيء إفراء الحبيب صعب تقول لها والسعودية تسمع السعودية ردت عليها بكلامها قالت والله شوفي يا أختي روحت العمالة برمضان هي والله صعب هذه اختصرتك المسألة إنما الحلول يعني في تقدير أربع مسارات أولها وزارة العمل يجب أن تعيد المفاوضات مع الأسف المفاوضات والاتفاقيات نحن نسويها لكن ما لا تنفذ في الواقع يجب أن تبحث لماذا مثلا اندونيسيا مثلا والله رفضت يجب تناقشوا الوضع معهم لماذا حتى أنا أقول وقد لا يرضى بعض الناس في ذا أنا أقول إن أبو تتنازل في ماحة الراتب أنا ممكن أوافق وزارة العمل بشيء نظامي أدفع 1300 1500 بدل بالسوق السوداء الآن تدفع 3000 4000 بعض الناس يقول لا حطوا 800 900 ما هذا قبل 5 سنة أنا خلني أقول 1300 1400 بس ما الآن 4000 5000 يعني هذا جانب الوزارة إعادة المفاوضات وبحزم الثاني تطبيق الوزارة تطبيق العقوبات التي تقول عن التأجير مع التعاون مع الجوازات ترى تجيك عقوبات سجن وغرامات لكن إذا ما طبقت ما لها قيمة المكاتب الحقيقة لا يستغلون هذا الاستغلال كبير ترى الناس أيضا لهم دور يجب حسن التعامل وهناك استغلال بعض الحالات البسيط والإعلام يساهم يظهرها تجي دول أخرى تقول والله لن آتي بعمالتي للسعودية العمل المنزلية وهذا يعني عنوان الأزمة سم. شكرا لك سيد حمد القاضي الكاتب في الشأن العام وعضو مجلس الشورى السابق يعطيك العافية ما زلنا معكم مشاهدينا فاصل قصير ولا نعوده